أيام قليلة فقط تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك. الأضاحي منتشرة في كل مكان، باع نظاميون وآخرون فوضويون. إقبال كبير للمواطنين، والهاجس المشترك هو السعر والصحة الجيدة للأضحية. ما فيش تكون، ما فيش لابسي، ما فيش يكون صافي، يكون مليح. جزوا هكذا نشوفوا سمين ولا ما سمينش، نهزوا تبيعوا انا والشاوي انا وياه والشراو. انا بالنسبه لي كيفاش نشري الخروف، نشري سمك كما يقولوا، ماشي اللي مصوف بزاف هذاك، خاطر اللي مصوف هذاك اخويا قادر يكون ما كما يقولوا منسوف، ما على بالناش واش فيه. بصح هذا كما يقولوا هذا يبان خروف صافي خلاص. ها تشوف انا بالنسبه لي نشري الخروف هكذا اخويا. إذا كان العديد من مربي الماشية يسمنون الأغنام للحصول على أكبر مردود من اللحوم اعتمادا على أنواع معينة من الأعلاف مع الحفاظ على صحة الخروف في حظائر مناسبة، فإن هناك نوعا آخر من التسمين يعتمده بعض التجار والسماسرة مع اقتراب العيد لتحقيق ربح سريع ولو على حساب صحة المستهلك. ما يخص الأدوية هذه شغل معلومة شائعة، لقيناها بزاف في لي ريزو سوسيو ولا في لي ميديا. من ناحيه الهرمونات، ما كاينش هرمونات مسمينه للخرفان، كاين فيتامينات مسمينه اللي تندار عادي جدا في مثلا الفيتامين بي 12 باش يحافظوا على الماكله. هذه يندار في الخروف صغير كاع في عمره شهرين ولا يندار ما عندها حتى ضرر. طرق احتيالية مختلفة لزيادة الوزن وخداع المستهلك وإسقاطه في المصيدة تستعمل فيه أعلاف خاصة بالدواجن أو بعض المكونات الكيميائية، كما يستعمل التاجر الملح والخميرة مع تجويع الماشية 3 أيام، كلها طرق من أجل نفخ الكبش ليبدو أكثر امتلاء وسمنة. المقبل على التضحية عليه اقتناء هذه الماشية من نقاط البيع المراقبة من طرف البياطرة، وكذلك اقتنائها من طرف الموالين مباشرة. وحتى يعني نحن نعمل على أن تكون هنالك سند المعاملات التجارية، حتى تكون هنالك نظام تتبع لهذه الماشية. إذا الضامن الوحيد والأحسن والأفضل هو اقتناء هذه المواشي لأجل تجنب كل عملية غش من نقاط البيع المراقبة بيطارية. سنويا يقع العديد من المستهلكين ضحية لحيل التسمين غير المشروعة للأضاحي، وتكتشف الخديعة يوم النحر. كما ينصح المستهلك باقتناء الأضاحي من نقاط بيع مراقبة وتفادي شراء أي كبش معروض بطريقة معزولة.